سعيد قطعة قرمزي فوز اكسلون. والله شنو اش قوي ماذا بينا راه ما تعطلش هو عامين الغالب جائحة الكورونا الله العادي عيده معناه وربي يزيح علينا هي اللي خلتنا افتقدنا عامين عرسنا اللي عرس المسرحيين واحتفالنا وعروضنا وبرمجتنا ولماتنا ونقاشاتنا الغالبه ما فرحنا برشا اللي رجع الاحتفالات رجعت وعرسنا رجع ولمتنا الحلوه وتبادل الآراء وتبادل العروض بيناتنا وبينات الدول العربية والعالم أجمع بالطبيعة. تعودت أن أحضر إلى قرطاج بفترات مختلفة زمنية منذ تأسيسي الأول وحتى هذا التاريخ، ولكن يبقى قرطاج وتبقى تونس تفاجئنا بتصميم مختلف لكل دورة من الدورات. هذه الدورة حقيقة لها أهميتها لأنها تأتي في تحدي لكورونا، هذا الوباء الذي حاول أنه يدفع الإنسان باتجاه الداخل. هذا الملتقى، هذا المهرجان هو دعوة للخروج من أجل الإصرار على الحياة. دائما الفنان وفي كل الأزمنة هو يبشر بالجمال، يبشر بالحياة، يبشر بالطمأنينة، بالسلام. قرطاج الآن بتصميمه بكل هذه الجماليات الموجودة هو إعلان لمحبة الحياة، إعلان على التواصل مع الحياة بكل تصوراتها بأي أشكالها. هناك عناد مستمر للإنسان أن يؤسس حياة تعاند الظرف الموجود. وتضاف إلى ما شهدته تونس فنا تتناغم فيه صنوف الإبداع الإنساني. هنيئا لكم بالمسرح، فنا شامخا يحتضن كل الفنون. يجمعنا المسرح، يجمعنا حب الحياة. اليوم جيت باش نحضر نتفرج في اختي الفنانه نسرين المهبولي، احنا بنات الفنان المرحوم نوف المهبولي، والحقيقه فرحانه برشا اللي الجو جا هكا في تونس معناها بعد الكوفيد وكل شيء. تخاتينا المرحله الحمد لله، جيت سيت عدى بارفي كما كل عام. اليوم باش نحكيو على ايام قرطاج المسرحيه اللي ماهيش موجهه للكبار كها، موجهه للصغار، موجهه للفئه العمريه الصغيره. اليوم قدم لكم مسرحية بائع البطيخ من إخراج زهير بن ترداد، واللي هي من تتعرض العشرة متاع صباح قدوة في بي أكتر. أوفا رجعنا حيين في أيام قرطاج المسرحية، رجعنا من نور جديد بعد جائحة كورونا. نشوفوا في خطوة جديدة لأيام قرطاج المسرحية، تحسنا إعادة ولادة لأيام قرطاج المسرحية.